في حبي يأذي هدي يخنق كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حبي كل مدى وساعات كتير الأسوأ أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة زينا في الدنيا كتير والنهايات متعادة النهاية وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس وبنغلط والخوف يملكنا ويتحول وسواس وما فيش حضن يسعنا يعوض حضن أقرب ناس صفحة قديمة خلاص وهدت نسي كالعادة اتفضل حضرتك اشربي ده هيدفيك شكرا يا عبد الله على ايه بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال يعني حضرتك متاكده انها نازله اكيد نازله تمام عبد الله لو انت تعبان روح انا عارف اتصرف ما تخافش ده لا خالص بالعكس انا خايف حضرتك اللي تتعبي يعني صحيح عارفة مين اللي يعني أكيد أكيد تعبان دلوقتي؟ بنت حضرتك أكيد قلقانة عليك يعني لو حضرتك مثلا تكلميها تطمنيها اسكت يا عبد الله اسكت ده في حاجات كتيرة أوي ما تعرفهاش كمان هي يعني عارف رقمك؟ ده المفروض هو اللي يخاف يا زيزي مش أنت لما قابلتك في كندا من 4 سنين كنت أقوى من كده عرفتي تعملي كل حاجة لوحدك سبتي كل الفلوس لأخوكي ومامتك وعملتي غيرهم كمان لوحدك الفلوس كلها راحت اللي راح يجي غيره بس انتي بطلي تخافي وبطلي تحبي بقى مشكلة عمرها ما كانت في الحب مشكلة ما بقاش فيه رجالة تتحب I agree ليما حاضر حاضر
ليش ما قلتي لي قبل ما نقطع المسافه؟ ليش ما خبرتيني بالتليفون؟ ليه هو انت بتيجي عشان كده بس ولا ايه؟ ايه بالضبط، اجي عشان كده. زعلتي؟ اكو واحد يزعل من الحقيقه؟ هو في حاجه بتزعل غير الحقيقه؟ يلا دوب يلا اعملي لي كاس حتى انسى المقلب اللي سويتي بيه. يلا يعني احنا دلوقتي معانا عنوان دينا اللي خدناه من خالها. طب هايل، عايز اعرف كل حاجه عنها. حاضر يا باشا. عايز اعرف اخلاقها، سلوكها، اصحابها، علاقتها بجوزها، كل حاجه يا محمد. ماشي يا باشا. وخلي حد من المخبرين يروح يقف تحت بيتها، هي دي شغلانته، يحوم حوالين البيت. تمام؟ ماشي يا باشا. طالعه من بيتها البيت الجيران فاتمة سلمى. دينا؟ نعم. هذا شنو؟ عطر لو انتيبيوتيك. وهذا شنو؟ اول العنقود اخر العنقود. مين جايبها هذه؟ بص على البرند وانت تعرف من شو هو جايبان. يعني تاخذين مصروفي عادل مرتب مدير عام عندي وتشترين هاي الزباله من السوق؟ هاي كلها زباله. وانا اقول زباله يعني زبالة، كل حاجة زبالة. مو من حقك تقولين هاي الكلمة. الوحيد اللي له حق يقول هاي الكلمة بهذا البيت هو أنا. ليه؟ مش من حق أزعل؟ لا، مو من حقك تزعل، لأنك تاخذين كل شي تريديه، وأني لما أجي هنا لازم أحصل على كل شي أريده. طب يا حبيبي، وأنا مش من حقي برضه أقضي العيد مع جوزي حبيبي بدل ما قضيته لوحدي كده بين أربع حيطان. ليش ما قضيت العيد ويا أهلك؟ الشرقية أو الغربية أو ما أدري وين. بعدين العيد هو شنو يعني؟ يوم مثل كل الأيام. بعدين إحنا أيامنا كلها عيد. أنا أعرف تريدين ناكل الخروف سوا مال العيد، بس أنا جبت لك خروف أحلى وأجمل وأغلى. مو؟ هو وينه؟ ما شفته. مش عارفة، أنا دورت عليه بس هو باين له ضاع. ضاع؟ رايح فين يا جاس؟ رايح أشرب كاسين أهدي بها أعصابي اللي فورتيها. طب ما الكاس في إيدك أهو. هذا الكاس؟ هذا الكاس انكب. لما تلاقي اللي ضاع اتصلي بي. زين؟ اهدى ايه يا منعم يا قباها، ايه الحلاوه دي كلها؟ انت خارج ولا ايه؟ ايوه ايوه يا روح امي. خارج بقى مع مين؟ مع منصور ولا شله فؤاد؟ لا رايح مشوار تاني كده. مشوار ايه؟ شغل؟ اه ان شاء الله. طيب معاك فلوس؟ اه يا حبيبتي ما تقلقيش. طب خد يا حبيبي، خد دول السله فيهم. لا 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 لا، بس تسلم ايدك. تسلم يا قمر، ربنا يوفقك يا حبيبي. سلام. يا رب يلاقي ينصرك يكرمك يا رب ويفتح في وشك كده اللي بواب المقفله يا رب. مين اللي جه؟ قصدك مين اللي خرج؟ ده منعم يا ابو منعم. بجد؟
طب راح في ايه؟ مش هتصدق رايح يستلم شغل جديد. شوف عنكروت ولا جاب سيره ولا قال لنا. هو ده اللي همك؟ ايوه. ايه المصنع السرق؟ أنا مش هقدر أتأخر كتير. هاتلي عبد الله. بلغتوا إمتى يا جبر؟ محمود أول ما فاق بلغ يا ريس، وأنا جيت لقيت الأمنا بيقفلوا المحضر ومشوا على طول. اللي حصل ده إيه بقى؟ سرقوا الخزنة يا باشا. غفلوني وضربوني وسرقوا الخزنة. ضربوك إزاي؟ أمال أنت أمن إزاي؟ الخزنه كان فيها كتير يا امجد. لا كلام فاضي، انا لسه مورد الفلوس في البنك النهارده. طب الحمد لله. لا مؤاخذه المدير، الراجل بلغت تحصلهم على اسم عشان يقفلوا المحضر وكده. اه انت هتستموت لي فيها؟ اللي مين قالك تربط راسك باي حاجه وتروح للنبطش عشان يقفل المحضر؟ يلا اعمل فيها سبع الليل. يلا يا ماما نجوى، يلا يا بطه، يلا يا قطه، يلا يا كوتي. نهار اسود على الهبه اللي احنا فيه. بقول لك يا مدير، احنا واجب برضه نفور طقم الامن ده خالص. اه بس انا مش عايز شركه، لا انا اللي هختارهم بنفسي. والله الحرام خبره، خبره لا يستهان بها على الاطلاق. الو، ايوه انت فين؟ اه يا ست انا واقف مستني. طب انت فاكره شكلي ولا اقول لك انا لابس ايه؟ طيب ما تاخريش بس والنبي، انا واقف عند محل اسمه اخر دلع. لابس رمادي؟ ايوه 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 صح. شفتيني يعني؟ شفتك يا شفتك. انا مش شايفك انت فين. ايوه. الو امجد. ها هو في غيره يا ترى بقى؟ هتيجي معايا دغري
ولا شاطرة في الكسب زي أمجد؟ انت رايحة فين؟ رايحة الحمام، عندك مانع؟ أقسم بالله لو ما رجعتي لأكون بيتلك النهاردة تحت البيت. طيب طيب ما دام شنيت كده تبقى مخبي عليا حاجة. مخبي عليكي إيه بس يا طنط؟ اسمعني يا أمجد، فارس اليومين دول شكله مش عاجبني، مش على بعضه كده، وأنت صاحبه طول النهار معاه، الصبح في المصنع وبالليل خارجين مع بعض. ريحني، الواد ده راجع ياخد مخدرات تاني؟ لا طبعا، أكيد لو خد مخدرات هقول لحضرتك. أمال الفلوس اللي بيطلبها مني كل يوم دي بيوديها فين؟ أكيد في حاجة. مش عارف. أمجد إيه يا معلم؟ أنت فين؟ تعالى عايزك بره. لا لا أنا عايز نكتب. اوعى تقولي جاي ايديك فاضي. منين يا عم انت عارف انا فيها؟ بقول لك ايه يا معلم، انت لازم ترجع الشغل. هرجع ازاي يعني؟ ارجع غصب عنها؟ يا عم الحاج هي اول مره بتتخانق، قول لها كلمتين واضحك عليها وخلصنا. لا الحوار اكبر من كده المره دي، مش هينفع اضحك عليها بكلمتين. خلاص هتلاقيها هديه. يا صاحبتي فيها يا امجد؟ يا عم الحاج اختك مراتك صاحبتك كلهم ستات، بس هتلاقيها هديه غاليه شويه عشان امك يعني. منين؟ ما انت شايف يا عم الحاج. اتصرف. اتصرف ازاي؟ بعدين خلي بالك عشان هي بتتشك انك رجعت تضرب تاني، حاول بقى تتصرف وتطمنها. ايه ده كده اليومين دول؟ حد تحب تطلب حاجه دلوقتي؟ اتفضلي يا مدام. انت اللي كنت بتجيبي لابني الهباب ده؟ معقوله وانا اقدر برضه اتعدى على تخصص الاستاذ؟ كان معاكو امجد مش كده؟ امجد؟ امجد حبيبي. هو انت وامجد كمان؟ انا وامجد وفارس كنا ثلاثي، ما حصلش. جرى ايه؟ ما تسمعيش عن العلاقات الثلاثيه المتكامله؟ بطلي قذاره يا بنت انت. الراجل كان بيهددكم. بيهددكم ليه؟ اصل احنا قتلنا قتيل. ما توطي صوتك. ايه؟ مش عايزه تصدقي ان فارس يقتل؟ بقول لك وطي صوتك واخرسي. الراجل ده عايز مننا فلوس. فلوس ال اديني عنوانه. عايزه؟ طب ما انا قلت لك اتفضلي. عايزه اسدد دين ابني. لا اصيل، فاكره ان هي بنت انتي. كل اللي اعرفه عنك انك رميتي ابنك وتخليتي عنه ومنعتي عنه اي فلوس عشان مصلحته، وده شيء ما يخصكيش. لا برافو. لا وانتي بجد بقى عملتي لمصلحته واهو بخير الحمد لله. انا مش مصدقه ان ابني كان بيعرف الاشكال اللي وسخه لي زيك. مش يمكن حبيني؟ يحبك انتي؟ على ايه؟ ده انتي ما فيكيش حاجه من ريحه ساره. ولا هو كان فاضل عنده اي حاجه من ريحه فارس اللي حب ساره. البركه فيكي. بتكرهيني قوي كده ليه يا بنت انتي؟ تعرفي عن ايه؟ اعرف فارس كويس قوي وده كفايه. انتي بتعملي ايه؟ رايحه فين؟ انا ماشيه. انتي ماشيه؟ انتي مجنونه يا بنت انتي؟ وانتي لسه واخده بالك يا مدام؟ اوعي كده وسعي وسعي. بنت الكلب. انتي فين يا زفته؟ خلاص انا عند اويا. اطلعي قدام يلا. في ايه مالك؟ خلاص يمشي. خير حضرتك؟ وصلتي معاها لحاجه؟ البت دي مجنونه. مجنونه؟ او غاويه اكشن وبتشتغل حضرتك حاجات مش شايفه دي بتعمل ايه؟ دي مجنونه خالص، دي عايزه ظبط زوايا في عقلها. البت دي وراها حاجه كبيره قوي. اكيد عارفه مين اللي عمل كده في ابني. اطلع يا عبد الله اطلع.
عملت ايه يا نوم؟ قلبي عليك يا ابني. معلش يا حبيبي، معلش، مش مهم المرة دي. ان شاء الله يا ابني توفق المرة الجاية. طول ما انت بتسعى يا منعم ربنا هيوقف جنبك ان شاء الله. يا منعم يا حبيبي ربنا كبير قوي، ما بيسيبش عبيده قوي، والظالم والمفتري ربنا عليه بالمرصاد. اوعى تفتكر يا منعم ربنا هيهنيهم لا بقرش ولا براحة بال. يا ابني ما تعملش في نفسك كده يا ابني. افتح لي ده، افتح لي اقول لك على حاجة يا منعم. مش عايز تفتح لي الباب برضو كده برضو يا منعم؟ ده ربك يا ابني. طب انا كنت عملت لك ايه بس يا منعم؟ ما تساويليش بابوك يا حبيبي. انت عارف ان انا لو بقيتي حاجة كنت عملتها لك، مش هحوش حاجة عندك ابدا. ابوك عارف انك مشيت؟ خلي بالك لو مشيت من وراه المره دي هيعلقك. انا طالعه لعبد الله. مش فوق، من ساعه ما خرج هو المدام مشيره من الصبح ما رجعوش. يا اختي ده انت رقماه بقى. يا ابني الكلب. ايه ده؟ لا لا يا اخويا، يا ابني لا يا اخويا، يا ابني ابعدي يا اخويا. ايه الصوت ده؟ ده ابو علي بيضرب ابنه تاني. ابعدها يا ابن الجنب، تعالي يلا. مش عايز تعمل ايه؟ مش عايز تعمل ايه؟ المعلم بتراعي اكل عيشك ايه بس؟ انت بتعمل ايه؟ اخساليك يا سعديه، تسيبيه يضرب الواد؟ صلي على النبي ابو علي امار. مالكش فيه يا عبد الله، سيبني رب الواد. ليه؟ انت فاكرها سايبه؟ اقسم بالله لو مديت ايدك عليه لاقوم ابلغها فيك البوليس. بوليس ليه؟ عشان بربي ابني. يا ابو علي اهدى وما توديش نفسك في داهيه، سيب لي الواد اتكلم معاه كلمتين يعقلوه خلاص. خد يا عبد الله طلعه فوق. وعمال اخدعكم الواد هيموت معايا لنادي. اخس عليك يا سعديه. خدي يا اختي في حضنك وطبطبي عليه، اكبري بخاطره يا اختي، الولا ورب مني. بس ما عندهاش دم. قادر تطلع؟ لا لا حلو كده. معلش يا حبيبي، معلش. استغفر الله العظيم يا رب. تعالى يا عبد الله. ادخل. نفسك. شايف العربية دي؟ أنا اللي عاملها. لقيت الحاجات دي في الزبالة اللي جنب الموقف. يا سلام. ودي بقى تستاهل الضرب اللي أنت خدته ده كله؟ ماشي. بس حلو. حلو يا علي. شكرا. يلا انا هروح اجيب عشا بقى. طب استنى خد فلوس. لا لا لا، حسابي يجمع بقى. هات لي بيتزا. معلش هات له بيتزا. حاضر هجيب لك بيتزا. اوعى تنسى كاشتر. حاضر يا اخويا. تعالى السند. قبل العشا بقى لازم تستحمى وتغير هدومك. شوف لك حاجه على مقاسك. ايه ده؟ كل دي لعب ديكنز. ايه ده؟ دي مش لعب. ايه هدايا؟ انت فاضية؟
دي أول هدية جات لي من فارس في عيد الأم. طب ودي؟ من زيزي بنتي. أنا عمري ما جبت لأمي هدية. ولا حتى في عيد الأم؟ على طول بتقولي الهدية إنك أنت تروح المدرسة وتبطل تنكف في أبوك. احنا دايما بس بنقول كده عشان مش عايزين نتعبكم، بس الواحد من جواه بيبقى قاعد مستني الهدية. فين الدهر اللي ماما جابتهولك؟ هو انت مخلي عيلتي حاجه؟ ما انت بتاخدها معاك الدهر. معلش يا حبيبتي حقك عليا، انا ما بقتش عارفه اقول لماما ايه لما تشوفني حتى من غير الحلقه. اخس عليك يا ريما، امال انا رحت فين؟ انا هجيب لك غيره يا حبيبتي. معلش ما تتعبيش نفسك، ما هو هياخدهم برضه. يا ستي البسهم قدام مامتك وخبيهم ورا. طب وبعدين يا ماما اخرتها ايه؟ مش هيتغير يعني؟ والله العظيم هيتغير. انا سمعت النهارده هو بيتكلم مع امجد بأماره اللي عامله دلوقتي. انت عارفه كان بيقول له ايه؟ ان هو عايز يجيب لي هديه. هديه؟ اه، فارس زمان كان كل عيد امه كان بيجيب لي هديه. احنا بس من ساعه ما جينا الفيلا الشؤم دي وهو بطل يجيب لي. بس والله العظيم هيتغير، عايز يشتغل وهيرجع احسن من الاول مليون مره. وحضرتك هترجعي؟ ايه ده يا عبيطه؟ انت صدقتي ان انا رفضته بجد؟ دي كانت قرصه ودني بس مش اكتر. البيتزا جت، البيتزا جت. هو عبد الله برا؟ لا طلع. انت ايه مش هتاكلي؟ لا بالهنا والشفا انت حبيبي. هتفضلي قفش عليها كتير؟ انت شايف ايه؟ فارس لو ما عندكش كلام تقوله سيبني انام، انت عارف ان انا بحب انام بدري. اوكي تصبحي على خير. فارس ايه؟ مش كنت عايزه تنامي؟ كنت عايز تقول ايه؟ كنت عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه يا حبيبي. بس العيد لسه فاضل عليه يومين، ولا انت عايز العيديه بتاعتك بدري؟ فاكريني جاي عشان عايز حاجه منك؟ انا جاي عشان اديكي دي. عملتي ايه مع جاسم؟ زوغت منه. امال دلعلك الكاس ليه؟ عارف ان الميدالية ضاعت. انت غريبة قوي، يعني فارس ياخدها منك بالعافية عشان يديها لأم، وجاسم لما يعرف يضربك. والله انت صعبان عليا، بحسها وقت ان انت بتحبي تتدربي من الرجالة. بتضحكي. ليه؟ شايفاني من اللي بيحبوا يتضربوا ويتربطوا في السرير ولا ايه؟ امال سكت عليهم ليه؟ ومين قال لك اني بسكت؟
أسباب للسعادة والأغرب أما بندي كتير من غير حساب بيضيع الإحساس بالحاجة لما تكون بزيادة في حب يأذي يهدي يخنق كل مدى وساعات بتودع بعض دي قلوب ناس مهزومة بندور على ايه وحكايتنا تقريبا محسومة دي عيون ناس بتودع بعض.